أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل فقير حصل على كمية من زكاة الفطر فأراد أن يبيعها. يقول: رجل فقير وحصل على كمية من زكاة الفطر فأراد أن يبيعها، فهل يجوز أن نشتريها منه علما بأننا لسنا الذين أعطيناه هذه الزكاة؟ صاحبها واللي ما يشريها، أما غيره لا مانع. إذا أراد صاحب المستحق الذي أخذها دفعت إليه أراد يبيعها، يبيعها، بس ما يبيعها على صاحبها الذي دفعها. نعم.